السلام عليكم ورحمة الله. راح نشوف بهذا الفيديو تعديل أيقونات الآيفون بهذا الشكل حتى تصير معنا بهذا الشكل. في الصف الأخير حنشوف سبونج بوب ونشوف بعض الصور تغيرت في شكل الأيقونة. حنفتح مع بعض الموقع حترك الرابط أسفل الفيديو. حتحتاج أنت تسجل تسجيل جديد إيميل ورقم سري وبعدين تنزل تعمل داونلود. حتى إذا ما اتبعت الصفحة وعملت داونلود للإيميج أنت بإمكانك أي صور وأي صورة موجودة عندك على الجوال بإمكانك تحطها خلفية الأيقونة في الجوال. نبدأ مع بعض إن شاء الله. بداية إحنا حندخل على الرابط أسفل الفيديو وندخل على الموقع اللي إحنا ننزل منه الصور. حتى في حال إذا كان الموقع إذا كان الرابط ما هو شغال بإمكاننا في جوجل حنكتب عنا اسم الموقع تمام وندخل على الموقع بهذا الشكل. حنشوف الصور وحنشوف الـ 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 الأمور اللي إحنا نحتاجها. طبعا دخول الموقع حيتطلب منك إيميل، اعمل أي إيميل ورقم سري. لا نحنا مثلا حناخد هاي الصورة تمام، حنضغط ضغطة طويلة على الصورة ونختار سيف ايميج، حينزل الصورة معنا. نرجع للخلف مثلا ناخد هاي الصورة ضغطة طويلة نختار سيف ايميج تمام. هاي كل الصور الموجودة. طبعا التطبيق في له الموقع في له تطبيق، يعني بإمكان ننزل التطبيق ونختار الصور اللي هو هذا التطبيق حيكون معنا بهذا الشكل. مثلا هاي صورة السبونج بوب حننزلها، نختار الصور اللي احنا نحتاجها مثلا هاي الصورة، نختار من تحت سيف، لا عفوا نختار من نكبس الثلاث نقاط ونختار داونلود ايميج، حينزل الصورة عنا في الفوتو. هاي الصورة نزلت في الفوتو تمام. الآن احنا حنفتح برنامج الشورت كت. برنامج الشورت كت حتى هذا ينزل مع الايفون اساسي، في حال اذا ما كان موجود البرنامج بإمكان ننزل نحن من ابل ستور. الآن خطوات تشغيل التطبيق بإمكاننا نعمل كيف، يعني طريقة نعمل فيها التطبيق. حنختار كرييت شورت كت تمام، وحنختار على اد اكشن اضافة امر، حنختار من فوق نكتب OP، نختار من القائمة Open Application. طيب في حال كان الجوال عربي حنختار من فوق نكبس Add، حنختار من فوق فتح تطبيق، حنكتب بالعربي فتح تطبيق، طبعا لأنه جوالي إنجليزي حنختار فتح تطبيق، حيفتح معانا هذا Open. أنت تختار تأخذ الصورة صورة مربعات اللي هو هذا Open Application. نفتح برنامج نفتح الخيار Open Application تمام. الآن يعطينا خيار الاختيار البرنامج اللي احنا نحتاج نعمل عليه التغيير الأيقونة. لو جينا مثلا أخذنا برنامج eBay، لو أخذنا برنامج eBay تمام، حنختار الثلاث نقاط من فوق وحنعمل اسم الشورت كت، نكتب عليه مثلا شراء، اسم التطبيق شراء. حنعمل اد هوم سكرين وحنكتب هنا نفس الامر مثلا شراء، ونكبس على الصورة ونختار شوز فوتو اختيار صورة، حنفتح الصور ونختار مثلا هذا هاي الصورة تمام، وحنختار شوز اختيار تشويز عفوا، بعدين نعمل اد، بعدين نعمل دون، حينزل معانا هذا هو اسمه شراء. ولو فتحنا حيفتح معانا تطبيق اي باي تمام. حنعمل واحد ثاني للتأكيد، حنختار مرة ثانية كرييت شورت كت، حنعمل اد اكشن، نكتب من فوق او بي مثلا بالانجليزي اوبن ابليكيشن او فتح تطبيق، حننزل تحت حناخذ هذا الشكل تمام، حنعمل تشويز، حنختار علي اكسبريس
هنختار الثلاث نقاط من فوق، نكتب شيخ علي. هذا علي اكسبريس ما نقدر بدونه. اد هوم سكرين، نكتب شيخ علي، نختار الصورة شوز فوتو، نختار القطة الصغيرة مثلا، تمام، ونعمل اختيار، نعمل اد، نعمل دون، تمام، دون، خلاص. هنشوفه تحت، هذا هو التطبيق نزل معنا. نفتح، يفتح معنا علي اكسبريس. نفتح، يفتح معنا علي اكسبريس. بهالحالة احنا غيرنا الايقونات تحت، ونحط الصور اللي نحتاجها. طيب لو احنا ما نريد نحط صورة من الصور اللي نزلناها، وما نريد ننزل صور من المواقع ونسجل بانترنت ونسجل بمواقع، نعمل مثلا نختار نكبت open application اللي هو هذا، نعمل اختيار، ناخذ مثلا كالكوليتر على الحاسبة، هنختار الثلاث نقاط من فوق، نعمل add home screen، نكتب عليها حاسبة، وحنختار صورة مثلا، بس نشوف صورة، تمام، نختار هذه الصورة، نختار صورة كرسي مثلا، هاي كرسي مثلا محفوظ في داخل الجوال، صورة من داخل الجوال، هنختار اختيار، تمام، ونعمل اد، نعمل دن، نكتب هنا حاسبة، دن، هذا هو نزل معنا كرسي على حاسبة، نضغط عليه يفتح معنا الآلة الحاسبة. تحياتي للجميع، فيديو سريع، أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.